هذا الصحيح يا شيخ على الكل، لأني سمعت يقول إن الواحد لما يجد إن الناس راحوا عنه لا لا هذا يسمع وقرع يعني فقط، ما في صيحة، ما يصيح الصيحة لمن يرضى لكن لا يسمعها الناس، لا يسمعها الناس غير غالب، ما يسمعها الناس إلا قد يسمع لكنه نازل نازل نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ ثالث سنة تقريبا أن له عمة توفيت، فقيل له إنها إن في قبلها صياح، إن في قبلها صياح، وكان يستبعد هذا الشيء، فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح وإذا فيها قبلها صياح، وسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزك، إن عندها أموال وإنها لا تزك، وأن هذا من الجزاء إذا نسأل الله السلامة والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أطلعه الله على عذابهما، سمعتم مما تقدم أن أحدهم كان يفي بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من البول. نعم، وجاء وقائع أخرى نسأل الله العافية. نعم.